إلى أي مدى ممكن يؤثر النفاق الاجتماعي على الفرد والمجتمعات وعلى المجتمع العراقي بالتحديد؟ ابتداء احنا نشكر قناة الفلوجة شكرا لك. على هذه الاستضافة المميزة بهذا اليوم للتطرق إلى موضوع مهم جدا نعم. هو موضوع النفاق النفاق الاجتماعي. نعم. مدى تأثير النفاق الاجتماعي على المجتمعات حاليا في هذه الفترة من بعد الكورونا وبعد حالة الانعزال الاجتماعي اللي صارت وقبلها وفي كل المجالات، ظاهرة النفاق الاجتماعي أصبحت هي الآفة التي تنخر بهدوء المجتمع العراقي والعربي والإسلامي والعالمي بصورة كاملة، لأنه هذه الظاهرة بدأت تتسع في كل المجالات، في الوظيفة، في العائلة، في المناطق السكنية. فظاهرة النفاق الاجتماعي تؤدي في المستقبل إن لم تعالج إلى تفكك اجتماعي واسع يؤدي إلى مشاكل مستدامة لا يمكن السيطرة عليه في المجتمعات. نعم. طيب اليوم كيف يمكن معرفة الشخص المنافق أو الذي يمارس النفاق الاجتماعي، خصوصا هناك أشكال وأوجه متعددة وما شاء الله يلبسون ماسكات يعني من النفاق، فبالتالي ربما يعني هناك صعوبة في معرفة هكذا شخصيات. يعني مواصفات الشخص المنافق اجتماعيا واضحة في عدة مجالات، مثلا المجال السياسي واضح أن خصوصا في المجتمع العراقي واضح أن هناك الكثير من الساسة أبدوا الكثير من الوعود الاجتماعية اللي أثناء شعبهم وخلفوا عنها، هذا بند واحد. البند الثاني في العمل الاقتصادي والتجاري والاجتماعي، هناك الكثير من يستخدم الزملاء والأصدقاء للوصول إلى العلاقات الاجتماعية لهم ومن ثم الانفراد في هذه العلاقات وتكوين هالة من النوعية بأنه هو صاحب الفضل في هذه العلاقات، هو صاحب الفضل في هذه الأمور. أحسن وصف يطلق على الشخص المنافق هو شخص انتهازي، وصولي، متسلق، يصعد على أسقاف الآخرين. هذه المواصفات التي تنطبق على الشخص الذي يمارس النفاق الاجتماعي. نعم. طيب كيف يؤثر يعني أنواع النفاق الاجتماعي على المجتمع؟ الكثير من العلاقات تنتهي، والصداقات وحتى ما بين الأخوة والأقارب تنتهي هذه العلاقات بوصول حد إلى عدم الثقة وانفراد الناس عن بعضها، وكذلك الانعزال الذي يحدث وعدم التواصل. نعم. حتى هو أحد أسباب انقطاع صلة الرحم هو موضوع النفاق الاجتماعي. طيب إلى أي مدى يؤثر الإعلام، الفن، الأدب والشعر مثلا في معالجة يعني النفاق الاجتماعي أو على الأقل تحجيمه؟ يعني احنا نؤكد في هذا المجال والكثير من الفعاليات الاجتماعية وفي مؤسساتنا ومؤسسات المجتمع المدني ودور أن الإعلام يجب أن يشخص هذا العمل ويؤكد ويوصل رسائل إيجابية لكل المجتمع. عن الإنسان يجب أن يبتعد عن هذه الظاهرة لأنها ظاهرة يعتقد البعض بأنها يعني ظاهرة بسيطة ولكنها هي آفة مستدامة. وكذلك أيضا من خلال الأدب، من خلال يعني الأعمال الفنية، تسليط الضوء الإعلامي، إجراء حتى سيناريوهات، تأليف مسلسلات، أفلام وثائقية عن هذا الموضوع، وكذلك في الشعر وحتى الشعر الشعبي. وحتى أيضا في مجال الغناء، الكثير من الغناء وصل إلى مرحلة بأنه يوصل رسائل والأشعار والمنتديات الشعرية بأنه الشخص الذي يمارس النفاق الاجتماعي هو شخص منبوذ مجتمعيا، شخص لا يحب أحد أن يتواصل معه، لا يحب العمل معه، هو أساس خراب المجتمع بكل مجالاته. هو هذا الشخص الوصولي، الشخص المتسلق، الشخص الذي يعتمد على هذه الوسائل للصعود على أكتاف الآخرين. نعم. أيضا اليوم نتحدث أستاذ علي عن دور الأسرة ودور العائلة في التنشئة الصحيحة وتحجيم يعني ظاهرة النفاق الاجتماعي. واقعا أستاذتنا العزيزة أنه منشأ الإنسان المنافق اجتماعيا والممارس النفاق الاجتماعي هو منشأ من الأسرة الخطأ الذي يمارس عليه هو في الطفولة
سينتقل معه إلى الكبر، سيمارس في كل مجالات حياته في كل الأشخاص الذين سيلتقي بهم، بأنه هو أخذ هذه البذرة الخبيثة من واقع المجتمعي وواقع العائلي. فأنت احنا نشجع أسرنا وعوائلنا الكريمة أن تشخص هذه الحالة، وكذلك تزيد من الوعي للأطفال، يعني حتى بالابتدائية بالروضة بالمدارس. نعم. لأنه يعني عن طريق وسائل التعليم أيضا والمناهج الدراسية لها دور كبير جدا، حتى في وزارة التربية. نعم. يجب على وزارة التربية أن تعيد منهج المادة الأخلاقية، الوعد وعد، العهد عهد، الأخلاق النبيلة صحيحة، حتى لو المجتمع كله مثلا نقول خلينا بالجلدي المجتمع كله يمشي في طريق الخطأ، أنت أصنع طريقة خاصة لك، الصدق كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، النجاة في الصدق. نعم. النجاة ليس بالنفاق، النجاة ليس بالصعود على أكتاف الآخرين، بالتجاوز، بسرقة أفكار الناس، حتى سرقة أفكار الناس، هاي الفكرة العلمية، المنهج العلمي، التأليف، الأغنية، الشعر، كله تعتبر نفاق اجتماعي. نعم.